قال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية يوئيل نافي إن تل أبيب بحاجة للتحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة موازنة مسؤولة للعام القادم لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق، وحذر من إمكانية أن تجر هذه الأزمة الاقتصاد إلى الركود وتعرض الأمن القومي للخطر. أضاف نافي في ورقة نشرت مقتطفات منها صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة موازنة العام المقبل من خلال تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب والإصلاحات، فسوف تواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. استعرضت الورقة التي كتبها يوئيل نافي مؤشرات كثيرة على الأوضاع الصعبة التي تواجه إسرائيل، حيث أفلس أكثر من 46 ألف شركة مع توقف السياحة وخفض التصنيف، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة وصلت إلى حوالي 60% تقريبا بسبب أوضاع الحرب، وأبلغت حوالي 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها. ارتفع أيضا عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بشكل دائم بنسبة وصلت إلى 285% بعد الحرب. وقد أظهر مسح أن أكثر من 80% من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في إسرائيل لم تتلقى أي دعم حكومي بسبب الحرب المتواصلة على غزة. المسح الذي أجرته مؤسسة ستارتوب نيشن جنرال أظهر أيضا أن نصف الشركات المستطلعة تواجه صعوبات بسبب إلغاء الاستثمارات، الأمر الذي يدفع العديد منها لنقل نشاطها خارج إسرائيل. كما قالت نحو ربع الشركات إنها نقلت بعضا من نشاطها إلى الخارج أو توسعت عالميا. وعلى مدار العقد الماضي زادت مساهمة قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، حيث يساهم هذا القطاع بنحو 20% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي. أيضا يساهم بنحو 25% من إجمالي الدخل الضريبي، بينما تبلغ مساهمة صادرات التكنولوجيا أكثر من 50% تقريبا من إجمالي صادرات إسرائيل. من الناصرة ينضم إلينا الدكتور وائل كريم الخبير في الشؤون الاقتصادية. أهلا بكم يا دكتور. يعني ثلث شركات التكنولوجيا تقريبا تدرس نقل نشاطها خارج إسرائيل، هذا لأي مدى سيؤثر على أحد أهم موارد الصادرات بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي؟ طبعا بالضرورة نحن نتحدث عن المخاطرة الأساسية التي تحمل الاقتصاد الإسرائيلي منذ عقد من الزمن، وبالتالي هذه الخاطرة الآن مهددة بالانهيار نتيجة أن أولا هناك تراجع كبير في الاستثمارات الخارجية في هذا المجال، ومن ناحية أخرى هناك تهديد بأن التنافسية على المستوى العالم بدأت تزيد بشكل أكبر بكثير مما كان في السابق، وهناك استغلال لبعض الشركات العالمية لهذه الوضعية للشركات الإسرائيلية بحيث بدأت تعرض منتجاتها بأسعار تنافس مع أسعار الحاجيات أو المنتجات الإسرائيلية، مع أنه ما زال هناك يعني بعض من الإنتاجات أو المنتجات في مجال الهايتك والصناعات التقنية ينتج في إسرائيل، ولكن هناك تراجع كبير في هذا المجال أولا، وهناك الكثير من الصناعات التي بدأت بالنزوح من إسرائيل إلى أماكن أخرى على رأسها الهند والبرازيل ودول ناشئة أخرى، طبعا تستغل أولا التنافسية على مستوى العمالة، وطبعا تكلفة العمالة في هذه الدول أقل بكثير من إسرائيل، ومن ناحية أخرى هناك يعني نجاعة كبيرة في نقل هذه الصناعات إلى هذه الدول، كون إسرائيل باتت الآن هي دولة غير آمنة بشكل كبير جدا، ويبدو بأن التصريحات السياسية غالبا في إسرائيل لا تعطي أي أمل لهذه الشركات بأن الوضع يمكن أن يتغير عما قريب، يعني كما يبدو فإن إسرائيل قابعة في حرب وسوف تبقى في حرب إلى أمد طويل. وإن انتهت هذه الحرب بما أن إسرائيل فعلا هي قابعة في الاهتمام بالنشاط العسكري الذي العدوان على غزة، وأيضا مسألة الخلافات السياسية الداخلية ما بين التيارات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها وأيضا داخل الشارع الإسرائيلي، هذا لأي مدى يعكس عدم قدرة من قبل الحكومة الإسرائيلية على قيادة جهود للتعافي الاقتصادي وأيضا قدرتها على تحفيز النمو بما يعوض النقص الحاصل في جوانب الاقتصاد الإسرائيلي؟
يعني هناك مشكلتين. أولا أن الإنفاق الحكومي الإسرائيلي زاد بشكل كبير جدا في هذه الفترة نتيجة الحرب طبعا، وطبعا السياسة الحالية والدبلوماسية التي تستعملها إسرائيل بكل ما يتعلق بما بعد الحرب يبدو بأنها لا تعطي بوادر أمل، وبالتالي سوف تضطر الحكومات المستقبلية أن تصرف مبالغ هائلة على المصاريف العسكرية وما يسمى بالدفاع الإسرائيلية، وهذا يعني بأن إمكانات الدولة في الاستثمار في مجالات أخرى يمكن أن تعزز الاقتصاد وتزيد من النمو الاقتصادي الداخلي سوف تتراجع. هذا أولا. أشكرك دكتور وائل كريم الخبير في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا من الناصرة، ونعتذر على هذا القطع المبكر لهذه المكالمة. انتهت فقرة الاقتصاد، شكرا على المتابعة. مرة أخرى نعود إلى رولا.